حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير ابن عبد الله: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر فقال: اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون او لا تضاهون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها